هاي. الأبراج الفلكية هي تقسيمات بتحدد خريطة السماء مع أجرامها واللي بتمرق فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وهي تجمعات لنجوم فينا نشوفها بالعين المجردة. تحمل الأبراج اللي بيبلغ عددها 12 أسماء حيوانات وأشياء وشخصية دينية وأسطورية، وكل برج له 30 درجة قوسية على مسار الشمس يلي بتمرق ببرج واحد بالشهر الشمسي. الأبراج هي الحمل، ثور، جوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو والحوت. مع أن أوروبا أخذت الأبراج الفلكية عن الإغريق والرومان، بس أصل الأبراج بيرجع لعهد بابل لما تم تقسيم دائرة السماء ل 12 نقطة. عدد من المخطوطات القديمة بتدل على وجود أبراج سومرية كمان. بالقرن الرابع قبل الميلاد كان علم النجوم البابلي مؤثر على الثقافة الإغريقية، وبالقرن الثاني قبل الميلاد اختلط علم النجوم عند المصريين القدام بعلم النجوم البابلي، فصار في ربط بين نظام النجوم والكواكب وبين موعد ولادة الإنسان. مين قال إنه الفلسفة الإغريقية اللي بتعتبر إنه الكون بيتكون من أربع عناصر مي هواء نار أرض هي سبب تصنيف الأبراج المائية، الترابية، النارية والهوائية؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.